اصلا اجمع ثالثة في أكاديمية الحقائق الأربعة هو أسبوع التبربيش والتطبيق. هيا شباب بربيش. البداية معك انت يا سيدي خويا، حاضر معه، هيا سيب لي كل لحية وانطلق في درس المونتاج. المونتاج باش يكون مع عبد القادر. مرحبا بكم. شو يا جدول؟ أول مرة عايز عبد القادر اللي عرفته. جدول أنا بدي أخبرت فما شكون آخر اسمه عبد القادر. جدول خدمنا برشا في الحوار. أيا جدول اش قولك نوريهم إكزامبل يفهموا بيه مليح قوة وتأثير المونتاج. إيبا شوفوا لي كوليس تاع البوب باش مصورة وكيفاش. بطبيعة كل واحد من الشباب جاب البيسي باش يطبق بالوقت تقنيات المونتاج، واللي قدور بدا يعلمهم فيه من الاساسيات نتاعو. ديما تلقاها على اليسار هكا اللي هي نسميها احنا الخزانه، اللي هي باش تمبورتي فيها الماتير نتاعك من الاورديناتور. بعد تعمل انت دوبل كليك لهنا فما فنتر هي ليكتور فيديو عادي، فيه بلاي وبوز وفيه تقدم متاخر باش تحل فيه الفيديو نتاعك لهنا. فنتر مهمه برشا اللي هي اسمها التايم لاين المونيتور، هذه الرابعه اللي هي اسمها بروجرام. هذوما لي كات فنتر اللي شفناهم غاديك. بالخطوه بالخطوه، شوف بعينيك تفهم وتطبق. وبعد ما بداو يتمكنوا بشويه بشويه توا وقيت الاكزرسيس، واللي قبل ما يبداو فيه قدور اصر يصر ملحا باش يوصيهم. اسمعني اسالوا الماكسيموم، اللي عنده سؤال يسال. باه خلينا نجي من هنا. ربحا للوقت قدور استعان بحسان وضياء ونجم اللي قسموا رواحهم والكلهم كانوا يتبعوا مع الشباب. اما قدور كان فعليا في كل بلاصه ومعاه كل واحد من المتشاركين. بعد التمرين الاول جاء وقت الجزء الثاني من الدرس، نتعداو المستوى اعلى شويه ودي تكنيك بلوز افونسي، نحكيو على لي ترانزيسيون لي زيفي وغيره. النهار الاول من الفورماسيون الجمعه هذه كان كاسح شويه، سورتو انه قبل درس المونتاج حسين صلح مع الاولاد والبنات الاكزرسيس اللي كلفهم به الجامعة اللي فاتت واللي كتبوه وصوروه وحدهم. الو يا سارة، في بالك اللي اليوم زين على الاخر هتقطع فتح التاني فصل تعال كنت تلفت يمين ولا يسار با هذا يتحرك ولا شيء حتى تبسيمة صغيرة ليه معلومة انها تعالي بحكي 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 بحكي
يا يسري شبيك؟ غزرة بعنوان أنا مش عارفني أنا مش أنا. واللي يعجبني في شباب الأكاديمية أنهم بالرسمي ولاو لحمة ويشجعوا بعض. لولاد جورني تيرميني، هيا ارتاحوا مليح ونتقابلوا غدو. نبدأ صباح النور. لحد 3 مارس البداية كانت مع مروة محجوب، واللي بالتناسق مع درس خليل زروق باش تزيد تغطس مع الشباب في المعلومات والمصادر، والبداية معها كانت في استخراج مصادر المعلومات بتاع المحتوى اللي خدموه الولاد في ديارهم، وكل محتوى باش يتحصل على سكور. انتي وسيم ما قدمت حتى انفورماسيون، معناها ما عنيش انفورماسيون سكو ما عنيش مصدر لنا. مجهول الزوايز هذوكم اصحابك يا وسيم، اما ريت كيفاه مع المصادر اللعبلة. ونزيدك حاجة اخرى، حتى المصادر برك مش كافي، تحبوا تفهموا كيفاه الشباب؟ شوفوا هالامثلة الزوز هذوما مع عمرو. وانتي اللي تتفرج فيها تحب تعرف علاش مش كيفي؟ ها هذاك نعرفوه في الفورماسيون. يا اخي حسين شو تعمل بالبوبيل؟ بوبيل باسكت بول. جيت البوبيل هذايا كانك تحب تولي ان كرياتور دو كونتوني متميز، لازم البوبيل هذايا لا تولي البيست فريند نتاعك، خاطر لازم تاخذ تولي هك لازمك تكتب وتجرب وتكتب وتجرب وتفسخ وترمي وتطيش وتجرب حتى تخرج الورقه اللي باش تخرج تقولها قدام الكاميرا. معقول. وتوا توليد افكار لصناعه المحتوى، شنو اكثر نصيحه لازم يتفكروها الاولاد؟ اكتب فليو سطر بقلم رصاص اعمل اللي تحب. وما اللي قال لهم حسين نصيحة هذه، الناس الكل ولات تخربش وتكتب بالوقت، حتى مريومة اللي كانت ضيفتنا الجمعة هذه كيف جات مع أمها فاطمة، والزوز يحبوا يتشاركوا في صناعة محتوى. مرحبا بك مريومة، أنستنا. نورمالمون ما نسيت شي في كواليس الأكاديمية للجمعة هذه، ولا لحظة يا سارة تيويني الكلمة متاع العادة. كيفاش ترى؟ ولا أكهو. بالنسبة للجمعة هذه كل شيء قلنا لكم عليه، نستنيكم الجمعة الجاية.